السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم اوتو وكازو ديزاد للسيارات المستعملة في الجزائر. في فيديو اليوم جمعكم مجموعة من السيارات اوكازو مع ارقام الهاتف. هذه السيارات تاع اليوم ممتازة وبأسعار جد معقولة. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، أرجو أن تضغطوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا كل جديد. وبدون إطالة، على بركة الله راح نبدأ في عرض السيارات التي معنا في هذا اليوم، فتابعونا. السيارة الأولى في هذا الفيديو هي شيري يوكي ميني تراك 2018. محرك هذا الهربين إيسانس، قدرة المحرك 1.2 55 حصان. لاباط فيتاس مانويال. الهربين ماشية 50,000 كيلومتر. اللون غري ولاكات غريز صافية. هذا الهربين ديمي كومفور. صاحب الهربين من عين بسام ولاية البويرة، وراه نسموه في هاد الشيريوكي ميني تراك 160 ملايين. الهربين نقية وفي حالة ممتازة. السيارة الثانية شيري فولوين 2014. محرك هذه السيارة إيسانس، قدرة المحرك 1.5 109 حصان. لاباط فيتاس مانويال. الطوموبيل ماشية 146,000 كيلومتر. اللون بلون ولاكات غريز صافية. هذه السيارة توت اوبسيون. صاحب الطوموبيل بني مسوس ولاية الجزائر العاصمة، راه مساهمو في هاد الشيري فولوين 75 مليون. صاحب هاد السيارة ما يقبلش لي شونج. الطوموبيل نقية وفي حالة جيدة. السيارة التالتة شيفرولي سونيك هاتشباك 2013. محرك هاد شيفرولي إيسونس، قدرة المحرك 1.6 113 حصان. لاباط فيتاس مانويال. الطوموبيل ماشية 160,000 كيلومتر. لون السيارة بلو غولواز ولاكات غريز صافية. هذا الطوموبيل توت اوبسيون. السيارة ما فيهاش لا بانتور، ما فيهاش لي روتوش، وهاد السيارة دوزيام. مول طوموبيل من الرمشي ولاية تلمسان، وراهم سوموه في هاد شيفرولي سونيك هاتشباك 115 مليون. السيارة الرابعة شيري كيو كيو 2014. محرك هاد الكيو كيو إيسونس، قدرة المحرك 1.1 68 حصان. لاباط فيتاس مانويال. الطوموبيل ماشية 135,000 كيلومتر. لاكات غريز صافية. وهالطوموبيل ديمي كونفور. السيارة ما فيهاش صبغة. صاحب السيارة مدالي إبراهيم ولاية الجزائر العاصمة. والسعر تاع شيري كيو كيو هو 74 مليون. لبري راني غوسياب، يعني بالإمكان أنكم تجيبوا الطوموبيل بسعر أقل. محرك السيارة في حالة جيدة ولا سسبنسيون جيدة، والسيارة بصفة عامة نقية. السيارة رقم 5 سيتروين سي إليزي 2014. محرك سيتروين إيسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي إي 72 حصان. لاباط فيتاس مانويال. الطوموبيل ماشية 131,000 كيلومتر. لو السيارة غريماني توبا ولاكات غريز صافية. الطوموبيل توت اوبسيون. السيارة ما فيهاش لا بانتور. محرك السيارة 10/10 ولا سوسبونسيون 10/10. صاحب السيارة مدرارية ولاية الجزائر العاصمة. راه مسموه فيها سيتروين سي إليزي 104 ملايين.
السيارة السادسة بيجو 301 أكتيف أني 2015 محرك الطوموبيل إيسونس قدرة محرك 1.2 في تي اي 72 حصان لابد فيتاس مانويال السيارة ماشية 122975 كيلومتر لون سيارة بلون أو لاكات كريز صافية هاد الطوموبيل توت أوبسيون السيارة دوزيام ما مفيهاش لا بانتور لي كات بنو تاع السيارة جدد محرك السيارة 10/10 ولا سسبونسيون جيدة صاحب السيارة من جزائر العاصمة راه نسمو فيها الطوموبيل 112 مليون. السيارة السابعة رونو ميغان دو اني 2009 محرك الله ميغان ديزل قدرة محرك 1.5 دي سي اي 105 حصان لابود فيتاس مانويال السيارة مشى 180 ألف كيلومتر لون سيارة غري ولاكات غريز صافية الطوموبيل توتوبسيون صاحب السيارة باب زوار ولاية الجزائر العاصمة راهم سامو فيها درونو ميغان دو 85 مليون. أيضا كنا نكملنا كاع السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وديروا البارتاج وللحصول على أرقام الهاتف تاع أصحاب السيارات تجدوها في صندوق الوصف الموجود أسفل الفيديو. فقط قوموا بالضغط على هذا المزيد وستجدون أرقام الهاتف. وإلى ملتقى في فيديوهات أخرى بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.